الثاني من أكتوبر من عام 1911، صدرت صحيفة النجاح في زنجبار إبان حكم أسرة آل بوسعيد، صحيفة شبه أسبوعية جامعة. بدأت الصدور في 4 صفحات، أصدرها حزب الإصلاح، وكان أبرز شعاراتها النجاح لحزب الإصلاح، وكل من ثابر على العمل أدرك النجاح. تناوب على رئاسة تحرير النجاح عدد من الأسماء العمانية المهمة في زنجبار، مثل الشيخ أبو مسلم البهلاني الرواحي والشيخ ناصر بن سليمان اللمكي وغيرهما، ولكن لم يكتب لهذه الصحيفة طول العمر، حيث نوفي الشيخ ناصر اللمكي إلى الهند عام 1914، وبابتعاده احتجبت الصحيفة نهائيا. وقد سعت الإدارة الإنجليزية إلى إغلاقها بسبب عدم ولائها للإنجليز. اهتمت النجاح بالأدب العربي والقضايا الإسلامية والأحداث الدولية، وفي المقدمة أخبار عمان الوطن الأم.